تقول: ما حكم خلو الرجل بخادمته في بيته؟ هل ذلك جائز؟ وبماذا توجهون من يفعل ذلك ولا يعتبره شيئا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من أشد المحرمات والعياذ بالله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بامرأة لا تحل له. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، لأن ذلك خلوة، والخلوة تسبب الفتنة وحضور الشيطان تزيينه للفاحشة بينهما، سواء كانت المرأة خديمة أو غير خديمة. فلا تجوز الخلوة بالمرأة التي لا تحل له أو ليست من محارمه، لأن هذا وسيلة للفتنة وحضور الشيطان والوقوع في الفاحشة. ولا أحد يزكي نفسه حتى ولو كان من أصلح الناس وأتقى الناس، وحتى لو كانت المرأة دميمة أو كبيرة السن لا يتساهل الإنسان في هذا الأمر.